تنفيذا لبنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، سلم الجيش الأمريكي اليوم قاعدة إيكو في الديوانية، وهي القاعدة الأخيرة في منطقة الفرات الأوسط. ممثل رئيس الوزراء الذي حضر حفل التسليم أكد للحرة تسلم الحكومة عددا من الطائرات وإبرام عدد من عقود التسليح، بينها طائرات F-16 المقاتلة. احنا اليوم استلمنا قاعدة إيكو نيابة عن دولة السيد رئيس الوزراء وسلمناها إلى الفرقة الثامنة السيد رئيس الوزراء بزيارته إلى واشنطن. أوقع العقد الثاني مال الطائرات F-16 وأكد على الحكومة الأمريكية أنه يكون استلام الطائرات بصورة مستعجلة، حتى لو تدخل أول أعداد من طائرة أو طائرتين إلى العراق خلال السنة القادمة إن شاء الله. العقد الثاني عندنا عقد ويا فرنسا الانتاج اكو طائره الهليكوبتر الاوروبيه المشتركه هي اليوروب كوبتر. اكثر من 11 قاعده تم تسليمها للجيش وقوات الشرطه العراقيه، وهناك نوعين من المعدات تم نقلها بمساعده السفاره ووزاره الخارجيه الامريكيه، بينها الاليات الثقيله والدبابات وناقلات الاشخاص. قائد عمليات الفرات الأوسط تحدث عن وصول القطاعات العراقية إلى مستويات عالية من التجهيز، مشيرا إلى أن جميع القواعد التي استلمت من القوات الأمريكية ستنضم إلى عهدة الفرقة الثامنة. قواتنا الأمنية وصلت إلى مستوى كبير جدا من الجاهزية، معروف لجميع العراقيين بأن مسرع عمليات الفرات الأوسط تقريبا من 2008 لحد الآن يتم إدارة الملف الأمني من قبل قيادة العمليات بدعم لوجستي من القوات الأمريكية. حقيقة السنة الأخيرة اللي هي عام 2010 استقلينا استقلال كامل، قمنا ندير الملف الأمني والدعم اللوجستي بشكل تام. القواعد تتحول إلى مقرات إلى قوات الجيش العراقي اللي هي قطعات وتشكيلات فرقة المشاة الثامنة. مثلا قاعدة إيكو ستتحول إلى جزء من قطعات الفرقة لأنه مزدحمة وباعتبارها أرض تعود لوزارة الدفاع. وضمن الخطط التي وضعتها قطعات وزارة الدفاع، كشف قائد الفرقة الثامنة عن استراتيجية جديدة لتسليم الملف الأمني في محافظات الفرات الأوسط إلى قوات الشرطة بالتدريج وتفريغ الجيش من العمل الشرطوي، فيما أكد قائد شرطة الديوانية أن القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد جميع الخارجين عن القانون. سيتم في مطلع العام المقبل تسليم ملفات قسم من المحافظات إلى وزارة الداخلية تباعا حسب جاهزية هذه المحافظات. نأمل أنه تكون محافظة النجف هي الأولى في مطلع العام المقبل وتليها تباعا المحافظات الأخرى. قواتنا الأمنية جاهزة وسنضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه بالعبث بأمن المدينة. وبتسليم هذه القاعدة يكون الجيش الأمريكي قد أنهى تواجده تماما في منطقة الفرات الأوسط، وبذلك لم يبقى أمام الفصائل المسلحة سوى إلقاء السلاح والانخراط بالحياة المدنية لتعزيز الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. من داخل قاعدة إيكو في الديوانية، ميثم شباني، الحرة.